الطقس إذن، وكما نتابع في شريط الهام أسفل الشاشة وفي تفاصيله، إذن نشرية خاصة تحذر من رياح قوية على السواحل الشرقية اليوم. الولايات المعنية هي سكيكدا، عنابة والطرف. أيضا استمرار هبوب الرياح متوقع إلى غاية يوم الخميس 3 صباحا، وسرعة الرياح ستتراوح ما بين 70 و80 كيلومتر في الساعة. إذن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع تساقط أمطار غزيرة بالمناطق الشرقية للوطن، كما أيضا كما ذكرت في تفاصيل شريط الهام يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية نسبيا على شمال الصحراء والواحات وعلى منطقة الأوراس. وكما ذكرت أيضا الرياح سرعتها تتراوح ما بين 70 و80 كيلومتر في الساعة. تفاصيل أكثر في هذه المكالمة مع السيد بعلام سايح رئيس فرقة التنبؤات الجوية. فقد سجلنا خلال 24 ساعة الأخيرة كمية معتبرة من الأمطار، فعلى سبيل المثال سجلنا 40 ملم بمدينة البويرة، 35 ملم بجاية، 40 ملم بجيجل، و 28 ملم بتيزي وزو. هذه الاضطرابات الجوية ستتواصل على المناطق الشمالية خصوصا منها الشرقية. قد قامت مصالح الإرصاد الجوية بإرسال مصرية جوية خاصة تتنبأ من خلالها بتساقط أمطار في شكل صرخات قد تفوق ال 40 ملم محليا. الولايات المعنية بهذه مصر الجوية الخاصة هي بجاية، جيجل، شمال سقيف، كيكدا، عنابة، الطارق، سقهراس، جالمة، خجلة وأم البواغي. إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 12 كمية المتوقعة هي 40 ملم، وقد تفوق حاليا محليا هذه الكمية. كذلك مناطق الأوراس وشمال الصحراء و الواحات ستعرف هبوب رياح قوية قد تفوق 60 كم في الساعة، وقد تتعدى محليا 70 إلى 80 كم في الساعة، مما يؤدي أداء الرؤية بالمناطق شمال الصحراء ومنطقة الواحات. وفي مخلفات أحوال الطقس في نهار اليوم وعلى إثر هذه النشريات الخاصة من مصلحة الأرصاد الجوية